شايفين ما شاء الله كيف البني آدم يقدر يعيش مع الحيوان بدون مشاكل. احنا في بلادنا اولاد صغار بنعلم اولاد صغار كيف يضرب الواحد الحجر يشوف بس يؤذيها. العظام اللي بتكبوه بدل ما تكبوه في الزباله طعموه للبسس. الرز بدل ما تكبوه حطوه قدام البيت بيجروا الطيور بياكلوه. تاخذوا عليهم اجر وحسنات. البسس بركة هم الطوافون يطوفوا عليكم بدخلوا على البيت البركة بقتلوا الحشرات الفيران بنطفوا الأرض وما فيهم لا أمراض والحمد لله أجمل منهم ما فيه. بقول لك البس غدارة وإيش الكلب بخونش الكلب صادق وما بعض الإذن لا تردوش على حكي. القطة القطط والبسس ما في أعظم منهم حبا بالبني ادم لانهم عايشين بين الناس. في كلاب بتوحشي طلع على البسس تاكل قدامهم بوكلوا ما في واحد بيهجم على الثاني وبقول لك لا بدي اكل هذا الا اذا ضربت لهم قطعه واحده. ولما تحط لهم اكل جماعي بوكلوا كل واحد بوكل من جهته وما في مشاكل. بس البني ادمين لانه كل واحد بده يلهط الدنيا ويصير عداوه بين الناس. بس لو كل الناس بياخذوا الحقوق لنفسها اللي الله كتب الارض وخلى الارض لنا وسخر ما فيها للجميع ما بصير مشاكل. بس لو احط قطعه واحده بين ثلاث بسس او اربع بسس بذبحوا بعض. احنا بنصير متوحشين لان الظلم صار في الارض. عشان هيك احباب الله مش بعد العدل. هي كما تروا ما شاء الله عليهم واكلوا مطمئنين وكل واحد باكل من جهته. ولو جيت على هذا وحملت قلت له هيك وقف هيك مشان ايش؟ يتوسع الافضل يصير الواحد ياكل بعدل. هذا اللي احنا بحاجه لنا كبشر. الشعوب العربيه مثل مصر والعراق وسوريا والبلاد العربيه كلها بحاجه انها ما تجيها اسهمها وغمها كيف تلاقي الاكل لاولادها كما يجري هسه في البلاد العربيه والاسلاميه. في ناس بموتوا من الجوع. يجي واحد يقول لك يا اخي انت تصرف على البسس. يا اخي انا بقوم بواجباتي كامله مش مقصر مع البشر. كذلك هذول مخلوقات خلقهم رب العالمين مش لازم نقصر عليهم. روح شوف الاسود والموره والفهوده والفياله ذبحوهم الغرب حبا في الصيد وبالايش؟ يحط لك راس اسد عنده ولا جلد نمر مشان يقول الله انا صد نمر. الله خلقهم كل شيء خلقه الله ما خلقه سدى. عشان هيك لازم نحب كل شيء الله خلقه وما نأذيه. الخنزير عدو ما بناكل لحمه بس مش عدو نذبحه. الكلب ما بحق لنا ندخل ربي الا في مثلا ايش؟ لاسباب معينه حراسه لرعيه الغنم للصيد مش مشكله. بس انه نقتل الكلاب الا اذا كانوا ايش؟ متوحشين او شيء بتأذي البني ادم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.